في خطوة تانية. خطوة واحدة هو أنه يكمل هالبطل بجين تنظيف لبنان من آخر فلسطيني. هذا المطلب اللي بده إياه لبنان. إذا هالأمر هذا ما تم أنا بكون تعيس والشعب اللبناني بيكون تعيس معي. أول ما فات الجيش الإسرائيلياني على لبنان كان لازم كل لبناني يقوم يقاتل معه. أنا لو أنه عندي تنظيم حربي هلأ بقوم بقاتل مع الجيش الإسرائيلي وما بخلي الجيش الإسرائيلي. أنا بجريدتي اليوم أنا وعم بشكر الجيش الإسرائيلي بعنوان إسرائيل عنا بهالافتتاحية، أنا وعم بكتب بقول أنا مبسوط لسببين، لأنه هالجيش عم يخلصنا ولأنه بيجن عم بيخلص العالم وعم يسحق راس الحي اللي اسمه الإرهاب. هلا بحكي لك عنه هاد، بس بقول أنا زعلان لأنه مش نحن اللي عم نخلص لبنان مع الإسرائيليين من هالوسخة اللي اسمها العنصرية الدموية الفلسطينية اللي بترأس الإرهاب بالعالم. وليه خاصة الكيدا إنه اللبنانيين ما اشتركوش في العملية؟ أنا بعتقد إنه في كم سياسي منزوعين بلبنان وأكثرهم بالحكم هني اللي ما خلوا الشعب اللبناني يشترك. الشعب اللبناني بهالحرب عمل حرب حلوة ضد الفلسطينية، إنما كيس عرفات مرات هيدا عمل نصب، عمل ابتزاز هايل على دول البترول ومعه شي 70 مليار. هيدا اشترب هاليومين زعامات بأوروبا وبأمريكا حتى تمشي ضدكم، حتى تقول انه هالجيش الجاي يخلص لبنان هيدا جيش غزو. اللي بيقول جيش غزو بده قص راس. انا باسم كل لبنان بقول لك هيدا الوحيد الجيش الخلاص.